جاي عبالكم تاكلوا كستنة، صار موسم الكستنة بالسويد. هاي الكستنة على الأرض، وهاي شجرة الكستنة، وهاي الكستنة على الأرض. قشرتها من برا لونها هيك تشبه الكورونا شوي، وهاي حبات الكستنة. هاي الكستنة، بس اوعوا حدا ياكل من هاي الكستنة. هاي الكستنة السامة وغير قابلة للأكل. هاي اسمها هست كستاني، كستنة الحصان أو كستنة الخيل. هاي الكستنة السامة وممكن الخيول تاكلها، مشان هيك اسمها كستنة الخيل، وممكن بعض الغزلان تاكلها وبتفرز المادة السامة منها. فاوعوا حدا ياكل منها.